توفيق نجم المنتخب المصري مع زميل عمرو فهمي. عمرو تفضل. إذن معنا الآن أكرم توفيق نجم وسط المنتخب المصري وصانع أحد الصانعين البرازيل لهذا الإنجاز. أكرم مبروك، فرحت مصر كلها والناس كلها بتبص تقول هو ده المنتخب المصري بجد. الحمد لله رب العالمين، مبسوط جدا ان انا قدرنا كلنا نسعد الشعب المصري. دي حاجه الواحد كان بيموت نفسه عشانها. نزلنا الشوط الثاني يعني بنموت عشان خاطر الناس اللي جم يتفرجوا علينا، والحمد لله رب العالمين. انا بشكر ربنا جدا على ان الواحد ما مشيهمش زعلانين، الحمد لله. اكرم، حصل ايه بين الشوطين؟ يعني كان المنتخب بادي حذر شويه، الشوط الثاني شفنا يعني وش ثاني، ايه اللي حصل؟ لا هو والله كنا بنشوف الفرقه اللي قدامنا بتلعب ازاي، بتشتغل ازاي، التكتيك بتاعها ازاي. لما قدرنا الحمد لله نحفظ فنزلنا لعبنا على الثغرات بتاعتهم، والحمد لله رب العالمين ربنا كلل تعبنا وكسبنا الحمد لله بنتيجه كويسه الحمد لله. دلوقتي الحمد لله الضغط اتشال من عليكم تماما، خلاص رحنا طوكيو. طموحك كيف الفتره الجايه نهائي البطوله دي، وطموحك كيف طوكيو برضه؟ لا لا لا، احنا الحمد لله احنا ضمننا بطاقه ان احنا خلاص اتاهلنا لطوكيو. مش نهايه المشوار، احنا بنركز في الماتش اللي جاي، لازم البطوله ما تخرجش من ملعبنا. احنا هنا البطل، احنا الفرقه البطل، ما ينفعش اي فرقه تيجي تاخد البطوله من هنا وتمشي. وان شاء الله ربنا يكل تعبنا في الماتش اللي جاي باذن الله وناخد البطوله تكون من نصيبنا. سلام للجمهور اللي حضر النهارده. ربنا يخليكم لينا ولدعمكم لينا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله هنتعب وهنبذل اقصى مجهود عشان خاطرهم ان شاء الله. شكرا يا اكرم. شكرا، مبروك. اذا كان هذا اكرم توفيق متوسط ميدان المنتخب المصري، فرحه عارمه هنا عشاء هؤلاء اللاعبون في استاد القاهره. عوده اليكم. شكرا لزميل عمرو.